الحقيقة هي أول مرة بعمل هيك شيء. التجربة فعلا 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 رائعة. لما عم نتناقش عن أي فكرة عن الإخراج بشكل عام أو عن ديتيلز صغيرة، انتبهت إنه أنا عم براجع حتى أنا كيف بشوف المهنة وكيف كيف أنا بشوف شغلي وكيف ممكن يكون أحسن لقدام، كيف أتعامل مع الإخراج. الشباب قدموا لنا مشاريعهم، كاتبينا عندهم أفكار عن البايلوت، كيف ممكن يصير اللوج لاين، البيتش. تناقشنا فيهم أول شيء كنص، وبلشنا نفكر كيف ممكن نعملهم صورة. اللي عم بيصير كتير شيء جديد لأول مرة في مشاريع بالوطن العربي، وهذا شيء جيد جدا. رح يتقدم المشروع كميني بايلوت على مصور مكتمل مع ممثلين، مع إضاءة، مع تصوير، مع الشباب المخرجين. طبعا كل واحد عم بيساوي مشروعه، رح يتقدموا لجهات منتجة أو لقنوات. أنا شايفة خطوة كتير منيحة. رح يقدم البرزنتيشن، رح يقدم البلوت، رح يقدم كل هدول الأشياء، بس لما يدعم حاله بمادة بصرية هذا كتير رح يسهل الحوار بينه وبين المنتج. أنا شايفة خطوة مجدية حقيقة، وأتمنى أنه تعتمد، يعني مو بس بالأردن، بالوطن العربي، أنه هذا كتير بيسهل. أتمنى أنه هذا الشيء يستمر. واضح في فرص، يعني في شباب وصبايا طبعا رائعين بالأفكار اللي عم بيقدموها، بالجرأة اللي بطلت تختفي عندي. يعني مثلا الجرأة اللي عندهم إياها بالأفكار ونوع الأفكار وشي كمان حقيقة انتبهت إنه أنا مشتاق له، اللي هو الشغف. يعني فهذا عم شوفه بعيون الشباب، كيف عم يحكوا عن أفكارهم، عن شغلهم، شو حابين لقدام، للمستقبل، لمستقبل التلفزيون الأردني. حقيقة هي ورشة عمل للتلفزيون والبلاتفورمز.